رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل نشوف السكينة والمستحد مش لعبة أي حد، ولكن في العيد مطلوب شوية فتة كبد نعملها برضو، كبد اسكندراني كلاوي، الحاجات الحلوة بتاعت العيد دي. ده طبيعي، كحك العيد موجود، فسيخ، رنجة، سمك، لازم طبق الفتة، يا أما أول أيام العيد يا تاني يوم العيد يا تالت يوم العيد. أنا هعمل لحضراتكم النهاردة الفتة بشكل تاني وطعم تاني، هنشوف نعملها مع بعض إزاي. معانا مقاديرها على الشاشة أستاذة رحاب، لحم كندوز او ضاني اللي موجود الحمد لله، ومعانا رز مصري مسلوق مسبقا سلقينه جاهز معانا، ومعانا خبز متحمص جاهز. حلو الكلام، الحاجات اللي بقول عليها جاهزه دي يعني معلش علشان نكسب وقت البرنامج وما نضيعوش في حاجات احنا عارفينها وفاهمينها وحافظينها كويس. العيش اتجاب وتحمص في الفرن يا اما بيتقلي في الزيت زي ما انت عايزه، والرز المصري مسلوق معانا جاهز. يبقى هنعمل اللحمه النهارده وهتشوف نسويها ازاي بسرعه وما تشدش معاكي، وايه اضيف الحمص اللي هو البروتين النباتي مصدر غني جدا لشويه لحمه، ويبقى طبق الفته بتاعي مميز في العائله الكريمه. تعالوا مع بعض نعمل الفته. هناخد بصلتين حلوين كده، انا بحب البصل دايما مع الفته، تبقى البصله متقطعه اربعه بالشكل ده كده حلو، مع طماطميه حلوه برضو بنفس الطريقه اهو. اللحمه لما تيجي تسلقها يا اختي لازم تغسليها كويس طبعا لو انت جايباها من عند الجزار، بعد ما بتغسليها كويس تغسليها بميه ساقعه، اللحوم ما تتغسلش بميه سخنه، تتغسل بميه ساقعه، والحله كده على النار سخنه وجاهزه. للامانه بحط معلقه زيت صغيره، عايز اسوي اللحمه دي بسرعه، اقوم اعمل ايه يا عم الشيف، اعمل لها صدمه ناريه كده من غير اي توابل زي ما هي بقطعيه الجزار ببركه ايده اهو، زي ما هي كده اهو، ولا تيجي جنبها ولا تحط لها بهارات ولا اي حاجه، زي ما هي معلقه زيت والصدمه دي. اتفرج على حته لحمه تبقى زي الملبس اهو هو دي اهو، هتستوي معاكي في نص ساعه باذن الله تعالى اهو. حلو، ريحة اللحمة والله طلعت. أقول لك على سر خطير ما تقوليش لحد غير اللي بيتابعوا القناة الأولى. عايز تعرفي حتة اللحمة دي ضاني ولا كندوز، حتة لحمة حلوة ولا مش حلوة، بنفس الطريقة اللي بشتغل بها دي من غير توابل يا أختي، معلقة زيت وقطعي اللحمة وحطها في قلب الزيت كده، هتطلع لك إيه أسرار اللحمة بقى، أصولها، جذورها، بتنتمي لعائلة اللحوم مثلا الخرفان، البقري، الجاموسي وهكذا أهو. اهو وانا من غير اي توابل خالص على طبيعتها اهو، ونقلبها كده وانت بتقلبيها بقى اعرفيها ضاني كندوز اهو، واحنا مع بعض اهو من غير توابل اهو اهو. شفت اللحمه لونها اتغير ازاي؟ ونار شديده من فضلك، نار شديده علشان الميه بتاعت اللحمه ما تنزلش في قلب الطاسه. انا بعمل عمليه احتباس للسوائل اللي جوه اللحمه، بعمل عمليه احتباس للشوربه بتاعت اللحمه اهو اهو، واشوحها كده على النار لغايه لما ايه لونها يتغير شويه. بدات اشم البخار اللي طالع من اللحمه هنا بقى، لو في افتكاسه، لحمه متخزنه مش كويس، ريحتها مش لطيفه، فيها زفاره، هتعرفيها على طول مباشره اهو. لحمه ايه نقلب كده زي الفل تمام. نبدا نحط البهارات بعد ما تبقى كلها لون واحد، اصبري عليها شويه اهو. نحط البهارات بعد كلها بتبقى لون واحد، بهاراتها ايه؟ ملح وفلفل، شوية حبان حلوين، ورق لورا وباشي، قرفة ماشي، قرنفل ماشي. الشوربة لازم نهتم بيها هنا لأن هي الشوربة أساس الفتة، شوربة ضعيفة تبقى فتة ضعيفة، شوربة شخصيتها قليلة تبقى الفتة شخصيتها قليلة وهكذا. أدي الطماطم حلو الكلام، أنا عود روزماري حلو كده لطيف، عود زعتر لطيف، فليفر مطلوب يا إخوانا اهو زي الفل. البهارات بتاعتنا فلفل اسود وشويه بابريكا، مش هنزل بالملح خالص دلوقتي، انتظري بالملح قليلا لغايه لما اللحمه تقرب تستوي تبداي تملحيها اهو. حلو قوي. السؤال هنا بقى يجاوبني عليه المخرج الشاطر، احط ميه سخنه ولا ميه من الحنفيه على اللحمه وهي في الحاله دي؟ حد يقول لي بقى. للامانه يعني ممكن تعمل مشكله كبيره، خلي بالك. يعني ايه المشكله يا عم الشيف؟ يعني في الحاله دي كده
تيجي ايه فاتح الحنفيه واخد ميه ساعه حاططها، دي مصيبه تبوظ الصنعه. ما شاء الله حافظ يا فاروق، ما شاء الله عليك. اكلت فته في العيد؟ اكيد كعك العيد الصبح وبسكوت العيد زي احنا كلنا كده، الصبح لازم نطلع المصريه اللي جوانا، كوبايه الشاي باللبن والبسكويت من صغرنا واحنا متربيين على كده. بسم الله، وهي كده كده الحاجه بتجيب الكعك الصبح، احلى صباح بايديها. شفت اللحمه مع البصله مع الطماطم مع العود الفليفر من الروزماري، ميه بتغلي على النار. اوبا، اللهم صل على النبي. بس خلاص شوربه بس زي الفل كده. اللحمه ايه، وش اللحمه خلص، سيبها بقى تستوي على ما يكون الرز استوى. طب انا مش ممكن اعمل الرز المصري بتاع الفته بشوربه اللحمه؟ ممكن، بس انا ما انصحكيش. ليه يا شيف؟ انا عايز الرز له طعم والعيش له طعم واللحمه لها طعم، يبقوا الثلاثه مع بعض كده في طبق الفته مختلفين في الطعم. حلو الكلام، نقلبها كده. ما انا قاصد بحطش ملح يا غالي، لازم يعني تديني فتوى. الملح مش هحطه دلوقتي خالص، الملح لما اللحمه تقرب تستوي، لان الملح بيعرقل عمليه التسويه للحوم والدواجن دي اولا. ثانيا، لما انت بتسوي اللحمه والفراخ على النار وحاطط الملح المظبوط، الميه بتنقص، تيجي تزود ميه تزود ملح، مش هيظبط الطعم معاك. فانت اللحمه خلاص قربت تستوي، تيجي ظابط الملح بتاعك، عايزه شويه فلفل اسود ماشي. انا بحب دايما الفلفل الاسود المجروش مع اللحم وهو بيستوي بيبقى لطيف زي ده كده مثلا. كلمه الفته خلصت، ما هي اللحمه على النار بتستوي، اعمل فيها ايه؟ انت قلبك ضعيف ليه؟ خلاص انا هنشيل اللحمه احمرها واخد الشوربه اسقسق العيش والرز، والرز مسلوق والحمص مسلوق، فدي الفته اللي باقيه. تعال بقى نخش في التقيل، طبق الفته الحلو ده عشان العيد، كل عام وحضراتكم بخير. العيد يعني طبق فته حلو. عايز اعمل النهارده طشه الفته على ذوقي، بس خلونا الاول ايه نعمل الطشه. نار شديده على النار، ومعانا طاسه. الطاسه دي فاحط فيها حاجتين، معلقه سمنه وزبده. زبده في الطشه يا شيف؟ جربي يعني، مش السمنه لوحدها، لانك انت هتحط الطشه دي على العيش، والزبده مع العيش بتدي طعم تاني معروف. البيكري حبيبه الزبده. حلو الكلام، بس خلاص ادي السمنه على النار، نشيل ده من هنا. معانا شويه كزبره ناشفه، معانا طماطميه مبشوره حلوه، هستخدم خل التفاح في الفته. يلا، اخبار الرز ايه؟ تمام زي الفل. تسلم ايدك يا ام شهد، المساعدين تعبوا معايا في رمضان، بوجه لهم الشكر والتحيه. عم الست ام شهد والاستاذ مؤمن اهو. الرز المصري ده اتسلق زي الفل، بخليه على جنب. وادي السمنه، باخد التوم الجميل الحلو ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم، زود التوم يا شيف، زود التوم علشان الدهون. دي الطشه. الله، اهي وهي بتاخد اللون ده كده، ننزل بشويه كزبره. خلي بالك تحميره التومه يتوقف عليها طعم الطشه، اذا اتحرقت منك التومه انا مش مسؤول. اهي لازم الشقه دي. خلي بالك اقول لك على تركيه دلوقتي عشان مشاكل القولون. ايه يا عم الشيف، كلنا لما نيجي ناكل فته بعد ما ناكلها نحس اللقمه واقفه على زورنا مش عايزه تنزل. اقول لك ليه؟ الخل، خدوا المعلومات دي واقتبسوها من ضمن الكلام اللي بقوله عشان تطلعي معلومه غير معلومه. بتعملي طبق فته حلو، لما تحطي خل على التومه سيبيه شويه حتى تتطهر الغازات اللي بتعمل مشاكل حرقان وحموضه على الجهاز الهضمي والقولون. بتسيبيه تشم ريحه الخل وهي طالعه من الطاسه، اول ما تبدا الريحه دي تختفي تبقى انت خدت الماده بتاعت الخل والريحه بتاعته انت استغنيت عنها. دي مهمه جدا على فكره. هننزل بالتومه بالخل بس استنى شويه على التومه لما تاخد لون. وراناش حاجه. ازود كزبره ناشفه؟ حاضر يا فندم. ونقلب. خليها تاخد لون كده بطيء خالص، مش نار شديده. يوم اكل ايه؟
توم ما فيهوش ريحه كمان، دي فلفله حملوها وشويه فلفل اسود عشان لما تيجي على اللحمه عيني عيني زي الفل. ونقلب يا عم الشيف. الله على الريحه. اشيل دي من هنا عشان تجيب الفته الحلوه. انا عارف انك عايز ترسمها. حبيبي انا قاريك وفاهم خبره. نقلب كده. شفتي؟ خدت التومه لود مع البهارات ملح وفلفل. اروق البوتاجاز لمخرجنا علشان الصوره تطلع حلوه. بدخل ايدي جوه النار عشان خاطرك. قول لي عايز ايه تاني. نقلب كده. ننزل بخل التفاح ونسيبه على النار شويه. دي الشطاره. بس خلاص واسيبه ياخد غلوه على ما نشوف ايه اللي ورانا. حلو الكلام. معانا طماطمايه مبشوره، هننزل بقى بعدين ونجيب السرفيس بتاع الفته نحضره ونجهزه. عايز اعمل فته النهارده تبقى هي عروسه السفره، واحنا شغالين مع بعض كده ببساطه وسهوله. ادي طبق الفته. خلي بالك مهم الطبق يكون كبير عشان يجمع العيله واصحاب العيله واللمه زي ده كده. حلو. ننزل بالعيش المتحمص. الله حلو. شفت الطبق؟ بقى كلنا هناكل منه بألف هنا وشفا. حلو قوي. واللحمه اخبارها ايه؟ ما اقولكش. الرز المصري ناخده كمان، خليه على جنب كده. الفته كذا حاجه يعني مشتقاتها كتير، رز، شوربه، صلصه، طشه. وشوط الرز المصري يكونوا مفلفلين وحلوين كده بالشكل ده كده. الله اكبر اهو. اعمل تركايه حلوه بقى لطيفه هتدعي لي. تقومي تعملي بقى التركايه دي كده. شفت هعمل ايه؟ احطهم على الرز كده. دي حاجات بقى ايه لها لمساتها. واقلب الرز. هو ده. شفت الرز على طول اتغير ازاي؟ اتفلفل ازاي؟ خد طعم اللحمه. زي الفل. ناخد الشوربه بتاعتنا الحلوه. نسقسق العيش. اخده معايا كده هناك، ايه رايك؟ بس انا مش عايز اتعبكم معايا. انا من الناس اللي بيحبوا صوت العيش في طبق الفته. يعني طبق الفته العيش بينزل عليه شوربه وكل حاجه، بس بحب صوت العيش مع وانا باكل. بقاش العيش طري قوي، خلي بالك. ونروق الطبق بتاعنا عشان هننزل بالرز. النظافه مطلوبه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شوية فتة بقى. الرز واخد طعم اللحمة الضاني وريحة الخل. سامعين الصوت ده؟ اسكت شوية عشان نسمع الصوت. حاضر حاضر عيني. لا انا الفتة انزل بالطشة بعدين بقى ولا ايه؟ قولي انا معاك. اخلص الفتة يا فندم ولا اكملها بعد الفاصل؟ يقولي الفتة لسه فيها شغل. طيب حاضر. اللحمة ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ نبدأ نشيل ده من هنا. شوف الشيف هيعمل ايه بقى؟ شوف التركية بتاعت الشيف. بنعمل ايه يا عم الشيف؟ بناخد الطماطمية دي. بص على الطشة دي كده بالله عليك، عايزك تبص عليها. ده يهمني. مفيش ريحة خل. سابع صوت قلبي بيوجعني. قلبي بيوجعني من صوت الخل مع التومة مع السمنة. ايه الطعم ده؟ ايه الجمال ده؟ الله اكبر. بعدين مفيش ريحة خل خالص وكعبين زبدة. يا ويلي يا ويلي. هنا الموضوع مختلف. طماطمية. الله. هتاكل شوية فتة حكاية. ونقلب دول كده. ريحة التومة مع الخل بقى مفيش. الزبدة. نقوم نعمل ايه يا عم الشيف؟ ناخد شويه من دول
ركزي بقى في الحته الحلوه دي ونضربهم في قلب اللحمه. يا ويلي عليك يا شيف لما بتطلع بتركاه. هو ده الموضوع يختلف هنا بقى. اهو حلو الكلام. ناخد اللحم ده كده. شفت بقى موضوع اللحمه هنا طعمها اتغير، شكلها اتغير، كل حاجه. لما بقول تفاصيل صغيره والمعنى كبير مش من فراغ. ناخد اللحم ده كده. الله، بالبصل بتاعه من فضلك. انا عاشق للبصل وهو سليم في قلب الملوخيه، عاشق للبصل وهو سليم في قلب شوربه الفته، عاشق للبصل وهو سليم في قلب طاجن الباميه باللحمه الضاني. طبعا انتوا بتسمعوني دلوقتي بتقولوا ايوه والله يا شيف، اللي قاعد بيشوفني دلوقتي حالي من حالكم. انا بعشق البصل وهو سليم الكويزات ده كده مع طبق الفته. شويه الشوربه دول حلوين، حطهم في كوبايه كده واديهم لجوزك واولادك ربنا يخليهم لك. وناخد الطشه الحلوه دي كده يلا نوزعها على الفتره. اللهم صل على النبي. شفت الحلاوه؟ هو ده الكلام. لسه ما خلصتش، اديني 1 مينت. طشه اهي، طعم الرز، طعم الفته، التركايه الاخيره بقى الجديد بقى اهو معايا حمص مسلوق. الله عليك يا عم الشيف، الله عليك لما تبقى رايق وفطران كحك وبسكويت. ناخد الايه يا عم الشيف؟ ناخد الحمص بعد ما خلطناه بالخلطه بتاعت الطشه. شفتوا بقى الشوا؟ هو دي. نعم، ممكن تاخد كوبايه من دول حلوين قوي تبقى جنب الفته. زود شرب عليهم ويبقى جنب الفته، حاجات لطيفه كده. الحمص ما ينفعش تاخد الحمص من الحله وتحطيه كده على طول. زي ما انا عملت، اخلطيه بالطشه بتاعته. خلوني اعيش مع طبق الفته اللي انا عملته، وما زال الجرنش مستمر والتقديم مستمر مع الحمص والتركايه. وهناخد بعدها نطلع فاصل صغير لان معايا طبق مهم جدا ومركز فيه قوي عشان الاطفال الحلوين. والعيد عيد اطفال وعيد فرحه وعيد لمه وعيد صحاب الاولاد، وجايين من نادي رايحين من نادي. ماما عامله لهم النهارده مكرونه بالوايت صوص مع الكريمه والخضار من ايد الشيف المغازي، بهديها لكم. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل.